كاميرا الإبداع في مصر زارت مكتب مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، وخدنا لقاءات مع كل فريق العمل، واللي كلمونا عن مفاجآت الدورة الجديدة، وكمان أخدنا معلومات وإنفرادات خاصة بنا. قابلنا الكاتب الصحفي حسن أبو العيلة مدير مهرجان أسوان، واللي كلمنا عن تكريم المخرجة هالة خليل، واللي بيعتبرها من أهم مخرجات السينما على مدار تاريخها، وكمان تفاصيل كتير عن المهرجان. تعالوا نشوف قال إيه تاني. مهرجان أسوان السنة دي بيكرم الحقيقة عدد من الشخصيات السينمائية وصانعات السينما والنجمات. الحقيقة السنة دي بنعتز بكل تكريماتنا، تكريمات احنا بنختارها بدقة شديدة، بناخد وقتنا جدا في المناقشات. كل المكرمات السنة دي عندهم استحقاق كبير وعندهم مسيرة طويلة. حنقول مثلا السنة دي بنكرم مثلا الدكتورة منى الصبان أستاذة المونتاج في المعهد العالي للسينما، وهي مؤسسة المدرسة العربية للسينما والتلفزيون على شبكة الانترنت. تاريخ طويل ومسيرة طويلة من العمل في تعليم فن السينما وتعليم المونتاج. بشوف ان الدكتورة منى مقاتلة وعندها روح الشباب، ربنا يديها الصحة. عندنا تكريم برضو بنعتز به لمخرجة مصرية مهمة، المخرجة هالة خليل. يجوز ان اعمال هالة خليل اعمال قليلة العدد لكنها كبيرة التأثير. هالة خليل مخرجة مهمة جدا، من اهم المخرجات اللي ظهروا في السينما المصرية على مدار تاريخها. يعني الموضوع مش عمره ما اتحسب بعدد الافلام اللي المخرج بيقدمها. شادي عبد السلام قدم فيلم واحد ولا يزال اسم كبير في تاريخ السينما العربيه مش المصريه بس. لكن احنا يعني منتظرين من هاله، هي عندها مشروعات طول الوقت بشغل عليها، ان شاء الله تقدم افلام اكتر واكتر. انا منحاز جدا لتكريم هاله خليل لانه تكريم لواحده من المبدعات اللي عندهم وجهه نظر مبدعة، بتقدم سينما حقيقية بتعبر عن الواقع المصري في طول الوقت. عندنا تكريم كمان للمونتيرة التونسية كهنة عطية، وهي واحدة من أهم المونتيرات في تاريخ السينما العربية مش التونسية بس. كهنة عطية اسم كبير، مسيرة طويلة، فيلموجرافيا بتضم أعمال لمخرجين ومخرجات مش توانسة بس، يعني اشتغلت في المغرب واشتغلت مع مخرجين من أوروبا، مع مخرجين من الجزائر، يعني عندها مسيرة طويلة، مخرجين أوروبيين. كهنة عطية اسم كبير جدا في عالم المونتاج السينمائي، وإحنا برضو سعداء جدا بتكريمها السنة دي. كمان عندنا تكريم السنة دي لنجمة فنلندية مهمة، ألما بويستي، من أحد النجمات المهمين جدا في أوروبا في الوقت الحالي. فيلمها الأخير الأوراق المتساقطة كان بيمثل فنلندا السنة اللي فاتت في مهرجان كان، وأخذ جائزة الاتحاد الدولي للنقاد، وكان بينافس كمان على جائزة الجولدن جلوب لأفضل فيلم، وجائزة الجولدن جلوب لأفضل ممثلة اللي هي ألما بويستي. بشوف أن وجودها في مهرجان أسوان كمكرمة وكمان كعضو لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة يعني حدث يستحق الحفاوة والاهتمام. يعني ألما من الممثلات الموهوبين جدا، يعني اللي شافوا أفلام ألما بويستي هيدرك أنه إحنا قدام ممثلة من العيار الثقيل فعلا. يجوز مسيرتها مش طويلة لكنها مسيرة واعدة في السينما. السنة دي كمان بنعتز ان احنا بنكرم نجمة مصرية صاحبة مشوار يعني لافت في السينما الحقيقة، النجمة غادة عادل. غادة عادل عندها مسيرة تمتد مش عايز اقول كام سنة عشان ما نكبرهاش، لكن هي الحقيقة من وقت صعيدي في الجامعة الامريكية وهي موجودة في السينما المصرية بشكل حقيقي. اشتغلت مع مخرجين كتير، اشتغلت مع نجوم كتير، اشتغلت افلام
حققت نجاح تجاري واشتغلت افلام ذات مستوى فني رفيع. بشوف ان غاده الحقيقه ممثله موهوبه، ممثله عندها حضور كبير، ممثله عندها عطاء سينمائي متواصل، يعني بنشوفها لحد النهارده بتقدم اكتر من فيلم في السنه مع نجوم الكوميديا، يعني عندها كمان كيمياء ما بينها وبين الجمهور سواء في مختلف الطبقات. يعني عندنا الحقيقة كمان المهرجان اعتاد كل سنة انه يكرم سيدة من أسوان، يعني بنديها لقب سيدة أسوان، بتبقى سيدة عندها إنجاز في مجال العمل العام. الحقيقة السنة دي احنا سعداء بتكريم الدكتورة غادة أبو زيد، هي نائب محافظ أسوان وهي امرأة أسوانية، نموذج مشرف للمرأة الأسوانية، حصلها على درجة الدكتوراه. والحقيقة من وقت توليها منصب نائب المحافظ وهي عندها إنجازات كبيرة جدا، وفي بينها وبين الشارع الأسواني احتكاك كبير وإحساس طول الوقت بنبض الشارع. بقى عندها شعبية كبيرة جدا بسبب تجاوبها مع مشاكل الناس. السنة دي احنا بنكرمها كسيدة أسوان، واحنا دايما بنحاول يبقى في تكريماتنا لازم تبقى أسوان موجودة، عشان كده يعني ابتكرنا فكرة ان يبقى عندنا لقب سيدة أسوان لامرأة أسوانية متحققة وتحديدا في مجال العمل العام. السنة دي احنا عندنا تونس هي دولة ضيفة الشرف، وإذا كنا إحنا السنة دي بنحتفل بالدورة التامنة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، فإحنا على مدى السبع سنين السابقة ما كانش عندنا أبدا دولة ضيف شرف، يعني ما احتفلناش، يعني عمر ما كان عندنا دولة ضيف شرف في السنين اللي فاتت. السنة دي لما قررنا بقى عندنا دولة ضيف شرف وقع اختيارنا على تونس لعدة أسباب. الحقيقة إنه تونس بشوفها أقوى سينما عربية في الوقت الحالي بدون مبالغة وبدون مجاملة. كل المهرجانات الكبيرة حتى جوائز الأوسكار كل في السنوات الأخيرة السينما التونسية موجودة ومتحققة، ويعني السنة دي كان في فيلم مترشح للأوسكار بنات ألفة لكوثر بن هنية، وهو بالمناسبة فيلم افتتاح المهرجان وبيشارك كمان في مسابقة الأفلام الطويلة. فوقع اختيارنا على تونس كمان عشان المرأة في السينما التونسية بتلعب دور مهم جدا، مش من دلوقتي، يعني إذا اتكلمنا على جيل سلمى بكار وجيل مفيدة تلاتلي وصولا إلى جيل كوثر بن هنية دلوقتي وعفاف بن محمود اللي ليها فيلم برضو في مسابقة الأفلام الطويلة اللي هو باكستيج. فوقع اختيارنا على تونس المرأة فيها الحقيقة بتلعب طول الوقت دور مهم في صناعة السينما. حصل ما بين المهرجان وما بين المركز الوطني للسينما والصورة بروتوكول تعاون تم على خلاله إعلان أن تونس هي دولة ضيفة الشرف، وبنستضيف وفد تونسي بيمثل السينما التونسية في سينمائيات وفي ناقدات وفي إعلام تونسي. المهرجان عامل بمناسبة الدولة ضيفة الشرف طبعا في تكريم للسينما التونسية في الافتتاح غير تكريم كهنة عطية، وفي مفاجأة هنعلن عنها في الافتتاح تخص السينما التونسية، تكريم مفاجأة إن شاء الله يبقى مفاجأة سعيدة جدا بإذن الله في حفل الافتتاح. غير تكريم السينما التونسية في حفل الافتتاح احنا عاملين برنامج للأفلام التونسية القصيرة ضمن فعاليات المهرجان، إطلالة على أحدث ما أنتجته السينما التونسية من الأفلام القصيرة على مدى السنوات الماضية. مسابقة الأفلام الطويلة فيها فيلمين من تونس، يعني ده حدث برضو بيحصل لأول مرة أن يبقى فيه بلد ممثلة فيلمين في مسابقة الأفلام الطويلة، بنات ألفة الكوثر بن هنية وباكستيج لعفاف بن محمود. كمان عندنا في مسابقة الأفلام القصيرة في فيلم للمخرجة منى بن حماد. رئيس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة هي المونتيرة التونسية الكبيرة كهنة عطية، عضو لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة المخرجة وأستاذة السينما ميرفت كمون في مسابقة الأفلام القصيرة. فالوجود التونسي موجود بشكل كبير في المهرجان. في ندوة كمان هتتعمل عن سينما المرأة في تونس، هيحضرها الأستاذ نعمان الحبسي اللي هو المكلف بتسيير الأعمال في المركز الوطني للسينما والصورة في تونس، وهيحضرها الناقدة هندة حوالة وعدد من السينمائيات التونسيات. سعادتنا كبيرة بالوفد التونسي وسعادتنا كبيرة بتكريم تونس، ويعني
بنحاول يعني يبقى ده جزء من الاحتفاء بالإبداع التونسي بشكل عام. ما كانش ينفع الدورة الثامنة من مهرجان أسوان الدولي تعدي بدون ما يحصل فيه نوع من التضامن بشكل ما مع القضية الفلسطينية اللي هي قضية كل العرب. وإحنا من سنتين كان في يعني اتصالات مع المخرج الفلسطيني الكبير رشيد مشراوي عشان يبقى رئيس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام المصرية، لكن في الوقت ده كان عنده تصوير وظروف ما سمحتش إنه يجي. فالسنة دي اتجدد مع التواصل، والكلام ده كان في شهر 8 قبل العدوان الأخير على غزة. واتفقنا ان الاستاذ رشيد هيجي يبقى رئيس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام المصرية. وبعدين بعد ما حصل العدوان على غزة لقينا ان احنا قدام مسؤولية، ان احنا لازم يبقى فيه وجود للسينما الفلسطينية في المهرجان، لازم يبقى فيه احتفاء بالسينما الفلسطينية في المهرجان كنوع من الدعم المعنوي حتى للمبدعين الفلسطينيين. فعشان كده عملنا برنامج للأفلام الفلسطينية القصيرة، هيبقى إطلالة برضو على السينما الفلسطينية القصيرة خلال السنوات الأخيرة. والأفلام دي كلها بتعبر عن المقاومة بشكل ما. يعني لما الأستاذ رشيد مشهراوي أعلن عن مشروعه اللي هو أفلام من المسافة صفر، أفلام اللي بتؤرخ أو بتوثق للمجازر والمذابح اللي بيرتكبها قوات الاحتلال في غزة، تواصلنا معاه وقررنا ان احنا نعمل ندوة عن هذا المشروع في المهرجان، يتكلم عن كواليس اطلاق المشروع وكواليس تصوير الافلام، حدير المناقشة مع رشيد مشهراوي المنتجة الفلسطينية ليالي بدر. وفي الندوة بتاعت رشيد مشهراوي هنشوف مقاطع من يعني او بروموهات للافلام اللي اتعملت، وحنشوف شهادات من مخرجات فلسطينيات عن الواقع في غزة، الواقع اللي كانوا بيشتغلوا فيه في تصوير أفلامهم في غزة عامل ازاي. السنة دي مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة الحقيقة مهتم جدا بالسينما السودانية اللي بقت عندها حضور كبير في العالم كله. يعني الحقيقة النجاح الكبير اللي حققه فيلم وداعا جوليا وقبليه ستموت في العشرين، وحتى الأفلام القصيرة اللي عملها مخرجين سودانيين شباب، بقى في حركة سينمائية لا تخطئها العين الحقيقة بالنسبة للسينما السودانية. جزء من احتفائنا بالسينمائيين السودانيين ان احنا عندنا الممثلة السودانية إيمان يوسف عضو لجنة التحكيم في مسابقة أفلام الورش في المهرجان، وعاملين كمان برنامج للأفلام السودانية القصيرة إن شاء الله يعجب الجمهور. في برضو مجموعة من الأفلام السودانية الحديثة اللي انتجت خلال العامين الماضيين، وكلنا عارفين ان السودان فيها جالية سودانية كبيرة، فاعتقد ان هيبقى ده جزء من الاحتكاك المباشر مع المواطنين الموجودين في أسوان، سواء كانوا مواطنين من أسوان او حتى سودانيين مقيمين في أسوان. وان شاء الله ربنا يوفقنا والبرنامج ينجح، لانه ده ممكن يبقى برنامج مستمر في المستقبل، لانه في تشابه كبير ما بين الثقافة في ثقافة الناس او سبل معيشة الناس في السودان وأسوان. في تلاقي وفي تقارب كبير ما بين المواطنين في أسوان والمواطنين في السودان، غير ان في جالية كبيرة دلوقتي بعد الأحداث الأخرانية في السودان، بقى في جالية كبيرة من السودانيين موجودين في أسوان. فأعتقد ان المهرجان ممكن يبقى متنفس عشان يشوف السينما بتاعتهم ويشوفوا سينما من بلدان أخرى كمان.